حياك الله شيخ محمد. نعم. أقرر أدعو جميع التجار يمني وغير يمني، خليجي وغير خليجي، من يسمعنا في الداخل والخارج، ألا يبخلوا. تخيل والمنتزهات حول الجبال، حول المرتفعات، مخيمات، يعني قد يقعد أشهر فيها. ليش أشهر؟ لأنه طويل المسار مع الصيف. عندما يتعطل الطلاب يأتونه، الطلاب يسبحوا، نعم، وأبوهم في الكبة في المخيم مريح، هو زوجته مريحين، والأطفال هنا ما في علم خوف. نعم. ولذلك أكرر أقول للأخ مرحوم عبد الله سنان والأخ عبد الحسن الفارع وبني حسن الفارع كافة، وبني سنان الشرف كافة، وآل جحانة كافة، وآل عباس كافة، أن لا يبخلوا، والخليجيين كلهم والعرب إلى هنا مساعدة، مساهمة في سبيل الله. هذا مشروع ذاتي. طلاب مدارس في صنعاء كانوا محوشين حق المدرسة ودفعوها في سبيل الله. أين التجار؟ أين بقشان وغير بقشان؟ هنا اليمن، هنا الأخوة، هنا